امي كان شهدنا في إدارة المدرسة إقبال ضخم جدا عن يزيد عن أكثر من 25% عن العام الماضي أو الأعوام السابقة سبقة العام الدراسي الحالي. طبعا بتشجيع من الأهالي لأولادهم ليرجعوا يدرسوا في مدارس عن توقف القصف أو انخفاض نسبة القصف عن الأعوام السابقة. عدد الطلاب المتوقع في هذا العام حوالي ما يقارب 60,000 طالب سيكون إن شاء الله بهذا العام.